الغربال الاهلي في قاعات الدرس متى تتعلمون؟ الناس اللي بتقلل من قيمه الاهلي واللي مش مدركه اهميه الاهلي ومكانه الاهلي ورساله الاهلي وتاريخ الاهلي معرفش امتى ممكن تتعلم من حجم التقدير الخارجي الكبير ورفيع المستوى للنادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم انه لما النادي الاهلي يتحول كماده علميه يدرس في جامعه لاليجا الاسبانيه الجامعه المنبثقه كمركز علمي عن ربطة الأندية ربطة أندية الدوري الأسباني فتختار النادي الأهلي حتى بنفس العنوان الأهلي نادي القرن النموذج الأنجح في الشرق الأوسط فيدرس بكل تفاصيله لطلبة العلم الملتحقين للحصول على الماجستير والدكتوراه من لاليجا الاسبانيه. في قيمه ارفع من كده؟ ما هو ده اللي انا بقوله. اه هو النادي الاهلي يا جماعه <applause> سر عظمه الاهلي مثل هذه التفاصيل. امم انك بتتحط كده مش انت اللي بتحط نفسك. أي. انت لم تطلق على نفسك نادي الوطنيه. ايوه انما الواقع والتاريخ والمجتمع عمرك و... ما كتبت على ت... يافطتك كده. لكن مارست هذا الدور بالتزام وطني تاريخي وما زلت أه طيب. وسوف زل. تزل تظل أه. حتى لو جاء البعض لتشويه هذا أه. بادعاءات آه السهل جدا الرد عليه انت ممكن تتهمني باي حاجه. بس انا ممكن اتهمك انا ايضا باي حاجه. أي. بس انا عندي دليل وانت ما عندكش اي حاجه. امم واخد بالك؟ اللي, اللي يعني 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 مش عارف يعني كيف يمكن لانسان بهذه الجراه ان يحدث اللي جواه عليك مم. اللي هو مارسه عليك انت مم. ما محدش هيعرف ده واقع راجل راح وحاضر في الجامعه واتوجه له خطاب شكر وقالوا له ايه الماده السريه اللي شفناها دي هنا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره وشوفوا العناصر والشباب النابغ النابه من ابناء النادي الاهلي مجلس الاداره الحالي من بدايته حتى يمكن من العمل في المره اللي فاتت والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع مجموعته مهتم جدا بشق الاتصال الخارجي فلما جت الدعوه من جامعه لاليجا الاسبانيه كان تكليف مجلس الاداره للمهندس محمد سراج بالاطلاع بهذا الملف مع لليغا الاسبانيه قدم مشروع العلمي والماده العلميه اللي عن النادي الاهلي حظيت هذه المادة بهذا التقدير من جامعة لاليجا اللي خلتهم هقول لحضرتك ايه اللي حصل فيها بالظبط. جامعة لاليجا الإسبانية قامت بتدريس مادة النادي الأهلي تحت عنوان نادي القرن في أفريقيا الأنجح في الشرق الأوسط. ده العنوان اللي اختارته لتدريس هذه المادة. تواجد في إسبانيا الفترة اللي فاتت المهندس محمد سراج هو المحاضر العربي والأفريقي الوحيد لرسالة الماجستير. شارك فيها كبار المتخصصين في صناعه كره القدم على المستوى العالمي، في محاضرين مع سراج من الفيفا ومن الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الامريكي للمحترفين في كره القدم. ليه الاهلي؟ لانه بعض الناس اتكلمت طب وليه مش النادي ده؟ وكان احنا لسه بنتكلم في الرياضه على هذا المستوى ببطاقه التموين وازازه السكر والزيت. ليه اديت الاهلي لاليجا طب ليه ما اديتش الزمالك؟ لم... نفس يعني فعلا الناس باي عقليه وباي ذهنيه بتتكلم جداره الاهلي بالتدريس جايه من المحتوى العلمي بتاعه اللي بيكمن في ايه بالظبط كنموذج متفوق رياضيا في خلاف على حجم بطولات النادي الاهلي اه اللي عايز يكبر هيقول لك اه اصل حلال وحرام واصل لا لا <applause> اللي عايز يقعد على المصطبه ويحكم أيوة براحته آه آه لكن انا بتكلم فيه. على القيمه العلميه يا سيدي ده على العالم كله شايفك وحطك آه. في المكان اللي تستحقها اه العالم كله شايفك وحطك في الم... وبيتعامل معاك على هذا الاساس أيوة. وهو الكلام ده لما بد... هو انا عايز اعرف لا هو ل الاسباني هم يعرفوا ايه عن النادي الاهلي انه نادي القرن اللي لعبوا معاه ماتش القرن بين نادي القرن في اوروبا ريال مدريد ونادي القرن عن افريقيا واللي الاهلي كسب ريال مدريد 1-0 هي دي معلومه ممكن اسبانيا تنساها لا طيب طيب المقدمه بقى في العرض لمادة النادي الأهلي العلميا تضمنت شرح عن سوء صناعة الرياضة في مصر واستهل المهندس محمد سراج الدراسة بالحديث عن الرياضة المصرية عن مناخ الاستقرار اللي بتحياه مصر على الدعم الحكومي اللي حاصل للبنية التحتية وتطويرها على نجاح مصر في استضافة العديد من الفعاليات الدولية في كل الرياضات بما يشي بالمناخ المستقر الآمن بشكل كامل على هذه الارضيه العامه من بنيه تحتيه ودعم حكومي وتطوير للبنى التحتيه ومناخ امن مستقر وظروف امنيه هاديه واوضاع صحيه صحيحه او سليمه على الارضيه دي تحدث محمد سراج على نموذج النادي الاهلي ونجاحاته نجاحاته اللي بداها بالحديث عن حجم البطولات اللي اخذها الاهلي في تاريخه ثم الارتباط التاريخي مع طبيعه ونشاه النادي الاهلي وانصهاره في قضايا مجتمعه، وازاي هو داعم في خدمة مجتمعه. وكمان نقطة لتتبع تطور القيم التسويقية للنادي الأهلي في آخر 30 سنة. هو أنا عايز أسأل سؤال. آه هو مين صاحب أول تجربة تسويقية؟ الأهلي. هو مين صاحب إنشاء أول شركة تسويقية وللإنتاج الإعلامي والتسويق؟ النادي الأهلي. هو مين صاحب اول انشاء شركات لاداره كره القدم النادي الاهلي يدل يعني يد اللي هيروح بداله هيقول ايه طبعا ركز كمان محمد سراج على المنابر الاعلاميه المختلفه ومؤشرات تزايد اعداد المتابعين والزيارات على الموقع الالكتروني والحسابات الرسميه والمنصات الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي واللي بتحط الاهلي ضمن اكثر عشر انديه متابعه في العالم مثلا دي ارقام دي ارقام يعني هو الناس لما يقول لك الاهلي نادي القرن دي مش كلمه ولا على يافطه الاهلي نادي القرن هو بيقدم من ضمن الورق العلمي الوثيقه بتاعه الاتحاد الافريقي المانح الرسمي لهذه الجائزه مش مجرد كلمه ولا يافطه ولا كلام من ده لا المانح الرسمي لهذه الجائزه هو الاتحاد الافريقي لكره القدم حيثياتها واسبابها ونقاطها ونظامها في حيثيات هذا المنح الأهلي ضمن الأكبر عشر أندية متابعه عبر منصات الإعلام الجديد دي أرقام مثبتة علميا بيقدم بيها بهذا الشكل وهو لما يعني يقول كده في جامعه في رساله للدكتوراه هذه الارقام لابد ان تكون صحيحه والا هي هتراجع الناس الناس هناك مش مش بيسمعوا الارقام كده صحيح فهو بيقول حقائق أوكي. مش مش لا تقبل الجدل أي تفضل دي مادة علمية هتدرس وبالتالي جوزي مويا ده مدير جامعة لاليجا لاليجا بيزنس سكول قال إنه شراكتنا مع النادي الأهلي تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم وأن الهدف في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة عالميا هو شايفين أن منطقة الشرق الأوسط النموذج الناصع فيها اللي يمثلها نموذج النادي الاهلي فبيعتبر انه ده النموذج الانجح بكل التفاصيل اللي, اللي انا قلتها لكم نموذج للتعلم اللي تقدر زي ما هم قالوا يضيف الى عقليه كره القدم العالميه المهندس محمد سراج الحقيقه لما شاف البعض منزعج قوي ومتضايق البعض من اصحاب ذهنيه بطاقه التموين اديت الاهلي ازازه زيت فين ازازه الزيت بتاعه النادي الثاني هو كده فرد المهندس محمد سراج قال ان انا حبيت اكتب البوست ده لتوضيح امور هامه جدا عشان اتفاجئت بعد خبر امبارح الخاص بالاهلي ولا ليجا بمبالغه ولغط كبير وموضوع اخذ اكبر من حجمه. بيقول المهندس محمد سراج وهو استاذ في الجامعه الامريكيه في القاهره هل هو انجاز عظيم يستاهل كل الضجه دي؟ لا انا شايفه عادي مش انجاز لانه ده الحجم الطبيعي لنادي زي النادي الاهلي انه يوصل لهذه المكانه واكتر كمان احنا بنفضل ننتقد ونجلد ذاتنا هنا لكن لما تشوفوا تعامل المؤسسات العالميه مع النادي الاهلي خارجيا واحترامهم له لا لا الموضوع مختلف تماما اه طبعا انت طب بتتكلم في سياق لا يمكن الادعاء فيه اه تتكلم العالم ايوه انت بتتكلم بتتكلم في محفل علمي أيوه. في مناسبه لمنح الماجستير ايوه يعني مش كلام ده لا تعمل الا بالتوثيق العلمي ايوه فما بحقائق بحقائق طبعا مش كره بنال تتصدي يبقى الاهلي وحش كره تطلع بره بطوله تضيع او حتى مباراه تضيع يبقى كل حاجه وننسى فاسده وكل حاجه ننسى منهاره ننسى الماضي جدا آه. كان بيتقال ايه اه القريب جدا على الاهلي ولاعيبته ايوه من المنافسين هسالك سؤال يا استاذ ابراهيم هل يتعامل الاهلي في ظل مع الظروف الصعبه جدا الفتره اللي فاتت دي معامله عادله هل تعاملها الزمان انت عارف ان فييرا اما جه ايوه خسر عشرة بنت ايوه في الفتره دي ايوه واللي قالوا بناء عليها الاهلي اقرب للدوري ايوه وكمان طلع من افريقيا مم. كيف تعامل الاعلام والسوشيال ميديا مع كل هذه الاخفاقات لما حدثت للنادي الاهلي بتخسر نهائي بقى يعني هو بيطلع من دوري المجموعات وانت بتخسر نهائي. ثم بتخسر نقاط نتيجه اوضاع واضحه زي الشمس تغير استراتيجي استراتيجي م. انت مش بتغير مدرب بمدرب وبيكمل لا ده في مدرب قرر أنه لا انا ماشي ومش ممرن الفتره اللي فاتت دي وما قالش والتاني جه كمل بياخد مهمه صعبه